معي على الهاتف ايضا الاستاذ اسلام البحيري. مساء الخير يا استاذ اسلام. مساء النور، من اهلا بيك. يعني ايه رد فعلك لفكره تغيير المضمون، الانذار الذي وجه للمحطه بتغيير مضمون لانك يعني تهاجم الثوابت و يعني كل اللي انت سمعته ده؟ انا الحقيقه ما بتفرجش على البرنامج فلا اقدر لا اكون معه او ضده الحقيقه يعني. طيب انا بس هقول لك ان الصيغه لما فيش تغيير مضمون، تغيير مضمون ده انا ممكن ابدا ايه مثلا كوره، لا المضمون هيفضل هو المضمون الفكري. انما هم عندهم ان تلافي الحاجات المسيئه اللي المفروض الازهر ذكر فقط. ماشي، ادي واحد. اثنين اللي هي الحاجات المسيئه زي ايه يا استاذ اسلام؟ يعني ما هي بقى، ما هو ده اللي انا سالته الاستاذ عفت والله في مكان اخر قبل ساعه ولا مش عارف ثلث ساعه ولم اتلقى اجابه. السؤال دلوقتي، الازهر كجهه عاديه ليست قاضيا اشتكى شخص، رغم ان الماده 59 دي ما لهاش علاقه يعني النشر والتوزيع والترجمه شيء واللي انا بعمله شيء، انما ماشي له حق يشتكي. بعد سيديات، اليس من حق ما يسمى اعتباريا المتهم انه يشوف هو غلط في ايه؟ هل المنطقه ما جابوكش مثلا تدافع عن نفسك؟ ولا حد قال لي حتى السيديات، وانا طلبت دلوقتي الاستاذه عزت قلت لها انا عايز اشوف السيديات اللي انا باكن فيها ثوابت الامه، ثوابت الدين، وبهاجم الرسول وقران اللي هو بقى ايه يعني. ده انا حتى قلت في برنامجي من ساعه وقلت امبارح في المناظره، اذا حد جاب كلمه بهاجم فيها الله او القران او سيدنا محمد او الصحابه او حتى البشر العاديين اللي هم البخاري ومسلم مهاجمه بمعنى السب ولا الطعن، انا هوقف البرنامج لوحدي. هل في تحدي اكتر من كده؟ لكن ان انا كفرد من الازهر يكتب تقرير زي ده وانا قلت امبارح علني حينما تفوت الازمه، هذا المسمى المستشار القانوني محمد عبد السلام كشخص وليس كمنتسب للازهر، انا هرفع عليه قضيه لازم يحاسب على ما كتبه في حقي وهو ظلم. وانا بطالب دلوقتي عبر برنامجك يا مدام لميس المره الثانيه المنطقه الاعلاميه اما تستدعيني او ترسل لشركه القاهره والناس السيديهات التي فيها الاساءه التي اشتكى بها الازهر، والا احنا انا مش عارف اصلا انا متهم بايه. طيب يعني حضرتك انت هتعمل ايه بقى في مضمون البرنامج الذي مطلوب منه يعني يعني واضح ان مطلوب منك حاجات، ايه اللي مطلوب منك وهتعمل ايه؟ يا فندم انا لما البرنامج اولا كان المفروض بيقولوا هنطلع قرار ايقاف، اما وانه ما طلعش قرار ايقاف فده شيء عظيم. يعني ان احنا انتصرنا لدوله الحريات بالعموم، عايز تختلف معايا اختلف بس لا انا الحقيقه سعيده ان لم يصدر قرار ايقاف، لان ده فعلا انا كنت هنزعج جدا ايا ما كان مضمون انا كنت هنزعج جدا لانه ممكن نختلف، لكن في النهايه ايقاف البرامج ده احنا عندنا فيه مشكله. دي كارثه، دي كانت هتبقى كارثه عطلنا جميعا بالمناسبه. يعني انا بقدم حاجه حضرتك تقدمي حاجه ثانيه، في النهايه كل واحد مختلف مع واحد يبعت فيه سي دي يقف، يعني ده ضد الدستور الماده 71. انا لسه قاريها النهارده في حلقتي انها تحظر اغلاق صحف والوسائل الاعلام او مراقبتها او مصادرتها او وقفها، بتحظر الا في زمن الحرب رقابه طيب. قليله في زمن الحرب. نرجع تاني للمضمون اللي مطلوب منك ان انت تغيره. يا فندم الكلمه مش موجوده في البيان، الكلمه ليست صحيحه. انا حتى قلت للسيد الفاضل الاستاذ رئيس التحرير ان الكلمه لا ليست تعديل المضمون، هذا خطا. الكلمه هي تعديل حاجات مسيئه لكن المضمون سيظل كلمه. هل انت هتعدل ما يقول البيان انه اشياء مسيئه؟ يعني هل هتعدل ده؟ ده بقى اللي انا دلوقتي الاستاذ عزت في مكان اخر طالبتني ان انا اقدم عبر قناه القاهره والناس الرسميه نطالب ايه هو بقى الحاجات، ايه هو الحاجات المسيئه؟ لما نعرفها اروح انا رابط بقى بالحلقه كلها مثلا بدل السي دي المقتطع، اروح انا رابط باي طريقه لحد ما نثبت انه اساسا لم يكن هناك مخالفه، هذه وجهه نظر الازهر انها مخالفه، مين يحكم بينا يا فندم؟ ان هو قدم بلاغ نائب عام اسمه ازدراء الاديان. انا بقى مبسوط جدا ببلاغ النائب العام، ليه بقى؟ اولا ده القضاء في الجهه التي تحكم هل دي اساءه ولا لا؟ وهل ده فكر حر ومحترم واكاديمي ولا لا؟ وهل ده افتراء ولا لا؟ طيب ماذا عن 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 الدعوه لاهدار دمك؟ دي بقى مثلا يعني يعني دي والله العظيم فكرتني بايام احنا رجعنا فين؟ وحتى يعني لا انا ذهلت ان جريده تدعي ان يعني معقوله في اصلا انتقائيه ماذا انشر؟ حتى لو الراجل ده عبد الخالق ده قال الكلام ده ما ينفعش انشره، ما ينفعش ادعو لده، عيب. لكن الجرايد دلوقتي عشان الفيوز والترافيك
والحاجات انشر اي حاجه اي كلام، مفيش اي مهنيه اخلاقيه او اخلاقيه مهنيه في العموم. اذا الراجل قال الكلام ده، انا بس لما تفوت الازمه مش بس محمد عبد السلام، كل واحد اتكلم على اسلام بحقيقه، انا ثوابت الدين من اول المستشار ده للسلفيين اللي النهارده طالعين تصريحات كاني ما فيش قانون في البلد، الاخ بتاع الطريقه الخلوتيه اللي مش عارف ايه ده. لا لا يعني بس خلينا احنا ايه في هذا المكان بنحترم كل الناس زي ما بنحترمك بنحترم الاخرين، يعني نختلف معاهم. وانا ما اقولش عليه الاخ، اتفضل، يعني حاجه غريبه قوي، كل ده هيترفع عليه قضايا واحد واحد، ده اللي ما كنتش بعمله زمان. طيب. انا اخطات في ده، اعترف ان انا كنت بطنش ومركز في شغلي. لكن انت مستمر في برنامجك استاذ اسلام، انت مستمر في برنامجك كما هو؟ ما هو حسب القرار اللي هي الاستاذ عايزه فاتت انه هيطلع بكره، يبقى البرنامج مستمر. انا طلبت من النهارده من الناس اجازه اختياريه 3 ايام، يعني الثمان ايام اللي فاتوا انا يعني اتضغطت ضغوط لا يتحملها بشر، فطلبت 3 ايام اجازه وساعاود البث او الطبيعي يعني الجديد الحلقات الجديده يوم الاحد. شكرا جزيلا استاذ اسلام البحيري صاحب البرنامج الديني على مع اسلام على قناه القاهره والنادي.